اهلا وسهلا بمتابعي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر من مدينة الرشيدية. اجواء صباحية مشمسة صباح اليوم الجمعة، كيف داير الجو عندكم متابعي قناة الشعب؟ بعض المدن يعني كنشوف بان الاجواء عندها باردة صباح اليوم الجمعة، لكن بمدينة الرشيدية مازال اجواء اللي هي مشمسة بالمدينة. ومع انتهاء يعني ومع اقتراب انتهاء العطلة الصيفية والدخول ايضا المدرسي، فاكيد انه مجموعة من الساكنة غادي يرجعوا في هذا الاثناء المدن ديالهم، وكاينين اللي كياخدو عاوتاني اجازات في هذا الوقت. دائما أجدد الترحاب والتحية لكل متابعي قناة الشعب في هذا البث المباشر، وأكيد من قلب حي ترقى الجديدة صباح يوم الجمعة، جمعة مباركة لكل متابعي قناة الشعب واللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر. أجواء اللي هي رائعة ومثيرة بمدينة الرشيدية وبالضبط من قلب حي ترقى الجديدة. صباح مبروك لكل متابعي قناة شوف تيفي وكل ساكنة حي تركة، خاصة وإلى كل المغاربة واللي كيشاهدوا معنا هذا البث داخل المغرب وخارج المغرب. سيميلو السلام، روض بسمة مدغرة، الجو جميل. صحيح أن الجو جميل صباح يوم الجمعة بمدينة الرشيدية، أجواء في الحقيقة اللي هي رائعة، واليوم خاصة الجو رائع. شكرا لكل التعليقات ديال متابعي قناة شوف تيفي. في الحقيقة يعني الأجواء الصباحية كتكون رائعة، خاصة يعني في الصباح الباكر، خصوصا للناس او الشباب وحتى الناس اللي كيديروا الرياضة مع الصباح، يعني كتكون واحد الجو جو نقي، و الانسان كيستافد بزاف بزاف من هذيك الصبحية. الحمد لله الجو اجمل. مازال ان شاء الله اننا غادي نخرجوا للشارع يعني وتشوفوا الاجواء كيفاش دايره، لكن احنا في قلب حي تارقة، تارقة الشعبي، تارقة الساكنة الشعبية. واللي دائما انني كنجدد لها التحية والحب والاحترام، وايضا لكل متابعي قناة شوف تيفي اللي كيشاهد معنا هذا البث المباشر. من قلب مدينة الرشيدية وبالضبط من قلب حي ترقى الجديدة. يونس صباح الخير، وصباح الخير لكل متابعي قناة شوف تيفي. عبد البا وزون، تبارك الله عليك وزون، وما عندي ما نسالك. صباح الخير اخي العزيز، انا عبد الرحمن الجوادي من مدينة زحيليكا. أكيد أنني عقلت عليك السي عبد الرحمن، وصباحك مبروك ومرحبا بك وألف مرحبا، صباح الخير والشكر ليك على المتابعة ديالك لهذا البث المباشر.
ليلى، صباح الخير. عبد الرحيم الجوادي، السلام والزون، السلام الرجاوي، تبارك الله عليك. يعني دابا المتابعين عاد ولاو كيفيقوا معانا، تبارك الله عليكم. ليلى ليلى، جمعة مباركة، وجمعة مباركة للأخت ليلى وإلى كل متابعي ديال قناة شوف تيفي اللي كيشاهدوا معنا هذا البث المباشر، واللي دائما أنني كنجدد التحية والترحاب لكل متابعي قناة الشعب. خديجة، عيد جمعة مباركة، والشكر موصول لك الأخت خديجة. دائما كنجدد التحية والترحاب لكل متابعي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر من مدينة الرشيدية ومن قلب حي ترقة الجديدة، وإن شاء الله متابعي قناة الشعب إلى بث آخر وموضوع آخر إن شاء الله. وفي الحقيقة الأخت خديجة اللي كتقول مقلعت من الكورة، مرحبا بك الأخت خديجة اللي مقلعت من الكورة. صلاح الرجاوي، في خاطر الناس المحيط، تحية كبيرة لساكنة حي المحيط. سلام، أشمل البلاصة هذه في الرشيدية، هذه حي ترقة الجديدة. نهار مبارك للناس الرشيدية، من ناس خنيفرة الحسين معزوز، تبارك الله عليك، كل ساكن ناس خنيفرة ولكل المتابعين. زينب طاهر، جمعة مباركة، وجمعة مباركة للأخت زينب. يونس الشركي، ما شفتيش سميتنا زعما، راه قناة الشعب كيما قلتي. سي يونس شركي، تبارك الله عليك، والله لا ما كردش البال بزاف. فاطمة الزهراء قدوري، السلام عليكم، جمعة مباركة يا رب، جمعة مباركة لكل متابعي قناة الشعب. وتنحييكم من قلب مدينة الرشيدية وأيضا من قلب حي ترقة الجديدة. صباح اللي هو أجواء اللي هي صباحية مشمسة ورائعة بمدينة الرشيدية، صباح يوم الجمعة. جمعة مباركة لكل المتابعين، قدري عزيز، وإلى كل الشعب المغربي داخل الوطن وخارجه. ادريس، نهار مبارك، قدري عزيز، ادريس ملتاني، تبارك الله عليكم ولكل المتابعين. وان شاء الله متابعي قناة الشعب الى بث اخر وموضوع اخر ان شاء الله.